تتواصل فعاليات الملتقى التسويقي الثاني للتمور المصرية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية. الملتقى يهدف بالدرجة الأولى إلى تسويق التمور والاستفادة من كل أجزاء شجرة النخيل باعتبارها تمثل كياناً اقتصادياً كبيراً لمنطقة الوادي الجديد. اهتمام ودعم توليه الدولة لتطوير صناعة وإنتاج التمور في الوادي الجديد، والتي تعد أكبر المحافظات المصرية في إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة، بما يساهم في تعزيز إنتاج مصر من التمور بحضور عدد من رجال الصناعة والعديد من الشركات. يواصل أعمال الملتقى الثاني لتسويق التمور المصرية فعالياته، حيث أوضح محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط بأن المحافظة نجحت في تنظيم الملتقى التسويقي للتمور للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن منظومة تسويق التمور تعتمد على مجموعة عمل تبدأ بالفلاح مرورا بالمنتجين والمصدرين والمستوردين والبنوك والشركات العاملة في تسويق منتجات التمور على مستوى محافظات مصر. بنعمل ملتقى لكل المنتجين المصريين في كل المحافظات المهتمين بصناعة التمور وصناعة النخيل ومخلفات النخيل وأسمدة النخيل وكل ما يخدم النخيل ويخدم الزراعة في نفس الوقت حتى المعدات. فبنعمل الملتقى الحمد لله، ده يمكن تاني ملتقى يتم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكله برعاية مصرية خالصة يعني الحمد لله رب العالمين، وبتعاون مع كل الوزارات بحيث ان احنا ننجح المؤتمر الملتقى. بنعمل عليه جلسات علمية، في جيلنا اساتذة من جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، الجامعات المصرية خطبهم قبلها بننظمها بحيث بيعملوا جلسات علميه بيبقوا حتى فيها الفلاحين والمهندسين الزراعيين بيستفيدوا من اي تطور علمي وتكنولوجي. ممثل الشركات ومصانع التمور بالمحافظه والباحثون بمركز البحوث الزراعيه اشادوا بالملتقى، مؤكدين ان الملتقى يعد فرصه للتواصل بين المصانع والشركات والمزارعين. والله الملتقى السنه دي جميل جدا على فكره، ويمكن دي ثاني سنه نحضره في نفس المكان. شايف ان هي فكره انه يعمل مهرجان أو ملتقى للتمور فكرة جميلة جدا، بيعرف المصانع ببعضها والشركات ببعضها، بيبقى فيه فكرة تسويق، ناس بتاخد حاجة من هنا ناس بتاخد حاجة من هنا، بيبقى فيه تبادل أفكار، بيبقى فيه تبادل أعمال ما بين الشركات وبعضها. وجود مهرجان زي كده في محافظة الوادي الجديد بيعمل انتشار مش بس المهرجان التمور، لا ده بيعمل سياحة داخلية للمحافظة. فرصة إن أنا بنعرض فيها العمل اللي تم من خلال مركز بحوث صحراء خلال العام المنصرم، من خلال إن إحنا بنعرض المنتجات اللي شارك فيها مركز بحوث صحراء المزارعين من خلال المدارس الحقلية، وبدأنا نعرض المنتجات اللي خرجت. احنا بدأنا الفكرة برفع الوعي لدى المزارعين، وثم بعد ذلك في الممارسات الزراعية على أرض الواقع من خلال مدارس المزارعين الحقلية، ثم النهاردة احنا بنجني ثمار ما زرعناه من خلال سواء المحاصيل الحقلية أو المحاصيل الغير تقليدية العلفية. دي المشاركة الثانية لنا في الملتقى بمنتجات من إعادة تدوير مخلفات النخيل. الحقيقة هي فرصة كويسة جدا لنا كعارضين ان احنا نعرض منتجاتنا، بيكون في تشابك مع بعض رجال الأعمال والمهتمين بالصناعات دي. تعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها هدف تبنته الدولة خلال السنوات الماضية لتعظيم الميزات النسبية لمحافظة الوادي الجديد وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، واستغلال هذا الملتقى في الترويج السياحي للمحافظة لتحتل مكانتها العالمية بما يعود بالنفع على مواطني الوادي الجديد.